وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني وهو كثير ويزيد استعماله وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه وبعده تلا أنباءنا نباءنا وقللا قال لنا ونحوها قد احتلي بقوله حدثنا لكن ذي على المذاكرات في المشهور ودونها قال بلا مجرور وهي على السماع يدرى اللي قال سيما المعروف فيما سبق ألا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنواصل التعليق والقراءة من كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي من حيث الموضع الذي توقفنا عنده، وهو ترتيب الألفاظ التي يؤدى بها الحديث لمن تحمله. والإمام السخاوي هنا جايب الأقوال اللي هو مذكورة هنا كلها مبنية على كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، هو عنده باب في التحمل والعبارات الأداء، ولكن الشيخ السخاوي لا يقتصر على ما في الكفاية وإنما يضيف من عنده، وهذا الذي جعل الكلام يطول. لكن من يرجع منكم إلى كتاب الكفاية للخطيب اللي هو باب بعنوان كيفية السماع، وحسب الطبعة القديمة يعني من أول صفحة 282 لغاية آخر المبحث، فتجدوا أنه هو يقول اللفظة الفلانية ثم كذا ثم كذا، ومرتب الألفاظ ترتيب بحسب قوة كل لفظ، ويذكر فيها أقوال. لكن الذي أريد أن أنبه يعني السامعين أنه الأقوال التي ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية غيره عنده أقوال ممكن توافقها وممكن تخالفها، بحيث مثلا أنه الإمام أحمد رحمه الله منقول عنه رواية، رواية تقول إنه هو يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا ويجعل حدثنا أقوى من أخبرنا، ورواية تانية تقول إنه هو حدثنا وأخبرنا عنده بمرتبة واحدة. فاللي هو بيقرأ في المسائل دي يبقى مهيئ نفسه أنه هو لو أرى في كتب تانية هيلاقي أقوال مخالفة، وبناء على ما سيجد من أقوال مخالفة اللي يهمنا احنا يعني كطلبة علم أن نعرف القول وما يخالفه، ودي تفيدنا في أن المسألة لما سئل عنها العالم الذي أجاب كانت فيه مناسبة غير المناسبة السابقة، ونصل بكده إلى أن القولين ثابتين، وأن حالات ينفع فيها الخلاف
وحالات لا يؤثر فيها الخلاف، ده اللي هو مقصود. يعني لا يكون النتيجة انك لما تلاقي قولين مختلفين سواء عن عالم واحد كما ذكرت لكم عن الإمام أحمد أو عن عالمين، وطبعا كل اللي هو بينقل عنهم الإمام الخطيب والسخاوي تبعا له من العلماء المتقدمين اللي هم كانوا بيأدوا ما تحملوه عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم إلى آخر حتى عصر الحافظ ابن حجر. فلذلك أنت تبقى مستعد ما دام إن الله عز وجل هيأك لتكون من الدارسين لمصطلحات علوم السنة النبوية، إن تجد أقوالا متعددة في المسألة الواحدة، وأن هذه الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة لا تعني الاضطراب أو يعني التشكك أو كده، وإنما تعني أن العلماء كانوا يحكمون في المسألة الواحدة أحيانا بقولين لاختلاف المناسبتين. إن كانت مناسبة جعلت الإمام أحمد يقول إن حدثنا وأخبرنا واحد، ليه؟ قال لأنه هو وهو بيروي عن عبد الرزاق بيقول إن حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق، فاللي قاعد قال له يعني للإمام أحمد إن عبد الرزاق لم يكن يفضل حدثنا، وعنده أحاديث كثيرة بأخبرنا، فلماذا أنت يعني تفعل هذا؟ فقال والله هو أصلا عبد الرزاق كان من الأول اعتاد أن يعبر عما يسمعه بأخبرنا، فلما جئت أنا وإسحاق بن راهوية وعرف إن إحنا نفضل أن يعبر الشيخ بالتحديث، فأصبح يقول حدثنا، فلما غبنا رجع إلى عادته، أنه هو أصلا كان عبد الرزاق متعود أخبرنا. فلما قال له السائل كده قال له حدثنا وأخبرنا واحد، بناء على أن عبد الرزاق مرة قال كده ومرة قال كده. لكن إذا أردنا أن نحقق المسألة نجد أنه على مستوى الأقوال إن حدثنا أصرح في الاتصال من أخبرنا، لكن الأقوال تحفظ، ولذلك تجدون أن إحنا بنقول أقوال والأقوال دي ثابتة عن أصحابها بسبب ملابسات في كل منها، ولذلك المناسبات أحيانا تغير الأحكام. يا عم الشيخ إبراهيم المناسبات تغير إيه؟ الأحكام. لو أنت بتفتي في مصنع غير ما بتفتي مثلا في كلية أصول الدين، ليه؟ لأن المصنع كل يوم هيجي لك 10 موقعين طلاق، فلما تضيقها عليهم زي المشايخ يبقى هتخرب 10 بيوت. لما تراعي ظروفهم اللي بتخليهم يعملوا كده تقول لا. وهو انت شيخ ابراهيم انت نفس المفتي، انما لكل مناسبة ما يناسبها طالما لم نحل الحرام ولم نحرم الحلال، هي ده القياس العام. تفضل يا مولانا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات اجمعين. قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى وكذا بعد سمعت حدثني وكذا بعد سمعت
بعد سمعت حدثني. وطبعا هو الكلام ده لما تقرأ كفاية الخطيب هتلاقيه ماشي على كده مرتبهم لغاية ما يوصل إلى العنعنة. فالشيخ السخاوي أخذ هذا الترتيب وصار يضيف إلى كل صيغة ما وقف عليه. مثلا المحدث الفاصل للرامة هرمزي، الرامة هرمزي ده متوفى 361، فطبعا بينه وبين الخطيب البغدادي اللي هو 400 وكذا 100 سنة، وهما الاثنين كتبوا في الموضوع. فالنقول اللي عند الرامة هرمزي بالإسناد غير النقول اللي عند الخطيب، وأحيانا كثيرة نجد أن الرامة الخطيب يدخل على الرواية من طريق الرامة هرمزي، فيجمع ما بين الاثنين. ده توفرت له روايات لم تتوفر لهذا، فلذلك اختلفت الأقوال فيه. تفضل يا مولانا. وهي وإن لم يتركها الاحتمال المشار إليه لا توازي الاحتمال اللي هو الاتصال وعدم الاتصال، أو السماع وعدم السماع. لكن حد كون حدثني كما قال شيخنا قد تطلق في الإجازة، بل سمعنا بالجمع لا توازي المفرد منه لطروق الاحتمال أيضا فيه. أيوة قد تطلق، قد هنا تيجي على التقليل بقى، مش على قد اللي احنا قلنا عليها للتكسير. لماذا؟ قال لأن المناسبة تقتضي هذا، وبالتالي دخول قد على المضارع في كتب القواعد لا تكون خاضعة لمعنى ثابت، وإنما القرينة تغيرها. فضل يا شيخ. وبعد ذا أي حدثني وحدثنا أخبرنا وأخبرني إلا أن شوف الترتيب، الخطيب هو اللي قايل كده، والعراقي يعني واخد من كلامه، وكل علماء المصطلح المتأخرين نقلوا هذا الكلام لكن حذفوا بس الأسانيد. أنت ما دمت بتدرس الحكاية دي ويعني بتضيع يعني وقتك أو تنفق وقتك، ترجع بقى للكتب الأصلية. ليه؟ لأنها تجد فيها تفاصيل لم تذكرها الكتب المتأخرة. طب ليه المتأخرين ما كتبوش؟ قال لأن كل منهم كان يكتب على قدر المادة العلمية التي اتسع وقته لجمعها، ولذلك قد يكتب في المسألة الواحدة كتابتين، لأنه وقف على ما لم يكن وقف عليه في المرة الأولى. فضل. وبعد ذا أي حدثني وحدثنا أخبرنا وأخبر أو أخبرني أي فأصبحت سمعت، أدي أول واحد وأعلى، حدثنا أو حدثني، حدثنا أو حدثني هم مقطع واحد لكن يفرق بينهما بالإفراد أو الجمع. ثم ثالث حاجة أخبرنا. فأدي ده الترتيب أو التسلسل. طب إحنا بنقول كده ليه؟ قال لأنه هيجي أوقات وروايات إنه يبقى الإخبار والتحديث في السند وسيلة من وسائل ترجيح المتن المروي بهذه الصيغة عن المتن المروي بهذه الصيغة. والخطيب في كتاب الكفاية ده لما تقرأه يعني من كثرة محصوله يجيب حديث مسلسل كله من أول شيخه لغاية النبي عليه الصلاة والسلام كله حدثني. عامل هو في الكفاية حديث مسلسل بسمعته، يقول مثاله سمعت كذا كذا من أول شيخه لغاية ما يصل إلى الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو لما جاب حدثنا راح جايب له حديث مسلسل بإيه؟ بالتحديث، وخلى الصحابي يقول إيه؟ حدثنا. وفضل لغاية ما جاب برضو للصحابي يقول أخبرنا. من كثرة محصوله العلمي ساعة ما كان موجود بقى الخطيب اللي ملوش سند بكده ما يقدرش يجيب المثال، وبالتالي يجيب أو يكتب بما توافر لديه فقط. فضل.
إلا أن الإفراد أبعد عن تطرق الاحتمال. لما تقول حدثني يعني خلاص بقى ما فيش إيه، ما فيش شك في الاتصال. فلذلك لما يجي رواية إن ده رواها بحدثنا والرواية الثانية بحدثنا، تعرف إن اللي قال حدثني يقدم، يعني يصل لكده. قال اللي هيمارسوا الفتوى أو يشتغلوا بالأحكام الشرعية أو من يتعرضوا لاستفتاء الناس هيجدوا إن الحكاية دي هتفرق معاهم مرة ومرتين وتلاتة. فاحنا عشان كده بنعمل الكتاب أو دي كتب المصطلح مش لواحد، لا، ممكن إن بعض إخواننا الجالسين الآن لا يحتاجوا هذه التفاصيل طول حياته، وممكن تلاقي واحد يحتاجها كل يوم لأنها عدة شغل، كل يوم بتعرض عليه أحاديث وروايات، هو لما يرجع لها يجد إن دي بصيغة كذا ودي بصيغة كذا. تفضل يا مولانا. وعن بعضهم كما حكاه ابن العربي. أما يقول بقى بعضهم تتوه أنت ليه؟ قال لأن بعضهم دي إبهام، فما نقدرش نبني عليها. فلذلك أما نكون بنرتب الأدلة نخلي عن بعضهم دي مش في الصدارة. ليه؟ قال لأن هي مصدرها مبهم اهو. فاحنا عارفين بعضهم ده يعني رجل معروف او غير معروف او كده، يقول لك ما هو اللي قاله عالم. ما هو المشكله ان قاله عالم، لان كان من العلماء من اذا سئل عن الشخص ويعرف ان فيه عيب يتحرز من انه يصفه بما هو فيه. فيعمل الإبهام ده، فمن هنا أصبحت حكاية الإبهام نفسها فيها إشكال. لكن أحيانا ما نلاقيش إلا هي، فتبقى هي أحسن من قولك أنت. تفضل يا مولانا. وعن بعضهم كما حكاه ابن العربي في المسالك. المسالك دوت هو ابن العربي شرح موطأ مالك بشرحين، واحد يعني مختصر والتاني اللي هو المسالك ده موسع، بحيث انه الطبع في 10 مجلدات فضل خيركم. ويعني وقت ما اخونا الفاضل الشيخ عبد الكريم كان بيكتب هو مكتبته قليل اللي يتخرم منها، لكن الكتاب ما كانش مطبوع، فهو تلاقي انه ما هوش محول على الموضع ده، وانا عندي الكتاب. فطبعا انا حاطط الكتب اللي ما عليهاش استعمال كتير في مكان عشان الكتب التانية خانقاني. فانا قلت للشيخ محمد محول يا سيدي. ها؟ الشيخ القدير محول. محول؟ طب خلاص يبقى كده. فالشيخ محمد جاب لنا الإحالة ان كتاب المسالك ده الكلام ده موجود فيه في الجزء الأول صفحة 350. طبعا تلاقي بقى ان هو ابن العربي ده متاخر 500 وشويه، واحنا لسه كنا بننقل مثلا عن ابن المبارك او كده. ومعناه ان الشيخ السخاوي كان بيحاول يبين ان قواعد التلقي للمحدثين موجوده حتى في القرون المتاخره، وان مساله انه بعد سنه 300 تغير عصر الروايه مش منطبق على واقع الكتب. فلذلك المثال ده اللي هو حكاه ابن العربي، هو ابن العربي نفسه متأخر وما حددش اللي هو نقل عنه، وبرضه هو في الكتاب مش محدد، لكن أثبت ابن العربي إن احنا أهل القرن السادس ما زلنا مهتمين بقضايا نقل السنة والعبارات التي تؤدى بها. وعن بعضهم كما حكاه ابن العربي في المسالك قال حدثنا أبلغ من أخبارنا. ايوه، مش معنى أبلغ ناحية بلاغية بلاغة اللغة، لا، يعني أبلغ في القبول أو أعلى في القبول. لأن أدي التعليل، لأن حدثنا قد تكون صفة للموصوف
حدثنا تكون صفة للموصوف، يعني ايه؟ يعني ان اللي سمعنا منه لم يكن السماع بالقراءة عليه، ولكن بالايه؟ بالنطق منه هو بس، مش مقصود الا كده. طيب وبعدين؟ سيدنا في المسالك، مش لان حدثنا في المسالك، لان الخبر قد يكون صفة للموصوف جل في المسالك. ماشي، يعني هيجي بعدها واحدة زي كده، وهي دي موجودة عند الخبر صفة للموصوف دي عند الرامة هرمزي برضه، وهي موجودة في المسالك الخبر صفة للموصوف، فهو عبر بالإيه؟ بالمعنى. اتفضل. والمخبر من له الخبر، وكأنه أشار لما سيأتي عند حكاية الفرق بينهما من القسم بعده. فهو بيقول كونها صفة للموصوف اللي هو طلع منه الكلام، مش صفة للذي تحمل. وطالما ان هي تبقى صفة للي طلع منه الكلام، يبقى ما فرقتش بقى، لان الذي خرج منه الكلام اخبر، والذي خرج منه الكلام حدث، والآية كما بدأنا تحدث اخبارها اشارت الى انهم قد يستعملان بمعنى ايه؟ واحد. تفضل. وسئل احمد بن صالح. احمد بن صالح ده من المحدثين المصريين اللي هم لهم اراء كثيره في علم الحديث وفي الجرح والتعديل، ولكن ما لهمش كتاب، فلذلك ايه اللي اتى الى مصر في عصره وتحمل منه يبلغنا هذا الكلام عنه، والذي لم يأتي يعني لم يحصل على ما قاله أحمد بن صالح ده في الرواة كثيرا. هو معروف الرجل ومن أهل الجرح والتعديل، لكن ليس له كتاب، فكل اللي بنحصل عليه النقول الواردة عنه، وأحيانا يخالف العلماء في جرح الراوي أو في تعديله، فيمكن أن يترتب على قوله ترجيح الخلاف، إن هو مثلا خمسة ضعفوا الراجل ده وخمسة وثقوه وأحمد بن صالح وثقه، فيبقوا ستة، فاللي بيرجحه بالأكثرية يقول لك إن الراجح التوثيق. فلذلك يعني إيه تقييده عندك إن هو يرجح به مهم. تفضل. وسئل احمد بن صالح عن حدثنا واخبرنا وانبانا، فقال حدثنا احسن شيء في هذا، واخبرنا دون حدثنا، وانبانا مثل اخبرنا. ده كلام. اذا معناه الشيخ السخاوي مش وجع دماغنا كلنا الان وقاعد يحنتف في الكلام، الا لان العلماء انفسهم عندما كانت الروايه تتحمل كانوا يفرقون، فحتى لا تموت هذه المصطلحات مع أن لها تأثيرا في الروايات التي بين أيدينا، نبهوا عليها الآن، بحيث أن أنت لما تقرأ سنن النسائي أو سنن أبو داود أو سنن الترمذي تعرف الملابسات اللي ترتبت على عبارات التحمل والأداء. تفضل يا مولانا. وهو أي الأداء بأخبرنا جمعا وإفرادا في السماع. شوف خلي بالك الأداء هو. طب لما أنت بتتكلم عن الأداء ما قلتش الأول خالص التحمل والأداء ليه؟ قال هو لأن صاحب الألفية ما قالش إلا التحمل. طب ما أنت من حقك تزيد عشان خاطر إيه؟ أنت راجل جيت بعدين وأنت زدت حاجات كتير. قال هو بقى اللي حصل، يعني إيه؟ العنوان باقي، بس انت تبقى عارف انه هيتكلم في الباب ده عن التحمل وعن الاداء. وهو اي الاداء باخبرنا جمعا وافرادا في السماع من لفظ الشيخ كثير في الاستعمال. كثير، ايوه موجود، لدرجه ان منهم من سياتي في الكلام ان هو ما كانش يقول الا اخبرنا عموما، ما يجيبش حدثنا دي، فيقول هو مش معناه معادي اللفظه الثانيه، ولكن هو أول ما تعلم لقي مشايخه ماشيين على أخبارنا. وطبعا اللي يبتدي على طريقة في التعليم
ويكبر عليها صعب بعد ما يكبر انك تغيره، خاصة اذا كان اللي هو تعلمه مش خطأ فيسوء فيها، فيصبح هو نفسه دليل على الجواز. تفضل. ويزيد بن هارون استعمله. يزيد بن هارون ده متوفى، انا كاتب وفيتهم كلهم، متوفى سنة 206، فمعناه انه هو اقصى حاجة له انه هو من اتباع التابعين. هو وغير واحد منهم حماد بن سلمة وابن الربيع. حماد برضو تاريخ وفاته 167، يعني متقدم جدا. وابن المبارك. ابن المبارك 181، وان هو ده بقى اللي عصر الرواية فعلا، لان هم اللي كانوا بيأدوا بحدثنا واخبرنا، وكانت الناس بتسمع منهم ومروياتهم، بعضها في كتبهم اللي وصلتنا وبعضها وصلت في كتب غيرهم اللي هم كتبوا عنهم. ولذلك ابو هريرة ما كانش الاول بيكتب رواياته، لكن اللي حضروا عليه كتبوا عنه، فاصبح اللي هو ما كتبوش هم كتبوه. وعبد الرزاق وهشيم. عبد الرزاق 211 وهشيم دوت 183. طبعا انا ناقل الوفيات دي من كتاب الكاشف للذهبي، قد يكون الاراء الثانيه في الوفيات مختلفه، لكن انا اعتمدت عليه باعتبار انه مختصر، والامام الذهبي يعني عالم محقق في الوفيات، وانا مسلم ان ممكن التواريخ دي في الكتب التانية تختلف، لكن ما تطلعش خطأ. تفضل يا شيخ. وخلق منهم ابن منده لما قد حمله الواحد منهم من لفظ ابن منده بقى، ده نزل خالص لانه 370 390، فيبقى احنا تجاوزنا دلوقتي عصر التلتمية اللي الإمام الذهبي ذكره بتسعين سنة، وماشي المصطلحات. قال ماشي والله، هو الرجل ما قصدش انك انت تعمل حيط صد بينك وبين دول المتأخرين، هو قصد ان دي مرحلة ودي مرحلة مش اكتر. لما قد حمله الواحد منهم من لفظ شيخه. والشيخ محمد برضه باعتباره هو بيقول لي ان انا جبت لك الكتاب، انا احتجت الكتاب امبارح، فيقول لي انا جايب لك الكتاب. وجايب لك ايه كتاب؟ فيه ثلاث رسائل في الاجازه. انا في العاده الكتب الصغيره دي عارف انها بتضيق او تدشت، بحطها قدامي او قريبه مني، فما لقيتش الكتاب. هو دلوقتي لما جاب الكتاب طلع ان هو مش المعلومات اللي قالها لي، ان هو محتفظ هو بالكتاب عشان خاطر ايه يعني ايه يكشف او يعني يتباهى علينا به، او مثلا يكتسحنا مثلا، فهو جاب الكتاب الان مقلب فيه وطلع ان الكلام ده بتاع ابن منده، القول ده موجود ايضا. والسخاوي برضه لما قال ابن منده ده له كتب كتيره، منها المفقود ومنها الموجود. ما يقولش السخاوي في كتاب مين؟ ليه؟ قال عشان خاطر اولا يفرسك انت، عشان خاطر تعرف ان فوقه كل ذي علم عليم. ثانيا ان الكتب دي كانت موجوده تحت ايده، وعمره ما كانش المسلمين في الحياة الأولى اللي عاش منكم فيه كان يتصور إن إحنا هنبقى في الحالة اللي إحنا عليها دي عمره، ولذلك بيفكر بالأسلوب القديم اللي هو هارون الرشيد قال للغمامة وهي ماشية: ما طرح ما تمطري هيأتيني خراج. تعال أنت دلوقتي لو جت غمامة على القاهرة ما نعرفش إن هي هتخش في حدود دولة تانية ولا لأ. فابن مندى وهو متأخر اهو تكلم في القضية، ما يدل على أن كانت مسألة التحمل والأداء واتصال الأسانيد وانقطاعها مسألة يعني محروس على إثباتها، حتى يصل إلى الحديث إلى أهل هذا العصر، وإلا كيف يمكننا أن نثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو لم يقل. تفضل يا شيخ.
كأنهم كانوا يرون ذلك أوسع. إيه اللي هو ذلك أوسع؟ يعني أن تغيير العبارات ليس خلافا بين خطأ وصواب، إن هذا يصلح. ولذلك الخطيب البغدادي بعد ما قال ده كله قال من ناحية الجواز، مش الجواز اللي هو أسيمة، لا، من ناحية جواز الحب كله يشمله الحب. يعني لا نقول لمن قال أنبأنا إنك أخطأت، ولا لمن قال أخبرنا إنك أخطأت، وإنما إحنا الآن بنبحث في الأفضلية، أيها أقوى في التأكد من ثبوت الاتصال، هو ده قضية البحث. أما الجواز فهو في جميع الصور تدل على الاتصال. ويؤيده قول الخطيب: وإنما استعمل من استعمل أخبارنا ورعا ونزاهة لأمانتهم، فلم يجعلوها للينها بمنزلة حدثنا. يعني مش معناها إن هي تضعيف لشأنها، أو لأنه جعلناها في درجة ثالثة إن هي ما تنفعش، لا ألا أنت كالذي يرتب الطلاب مثلا اللي هم بيدرسوا عنده، يدي الواحد 80 ويدي الواحد 90 ويدي الواحد 95 وكلهم ناجحون، فلا فرق بينهما إلا تفاوت الاجتهاد. وهذا التفاوت احنا لما حد فيكم يروح كلية التربية ويدرسوا يقولوا لك ان دي فروق فردية، هم بيسموها فردية ما بيربطوهاش بربنا سبحانه وتعالى، لأن هم مش يعني زي حالاتنا، إن هم بيخدعوك أنت كطالب للاختبارات الذكاء، ويقول لك إن فلان ده أذكى من فلان ده بالاختبارات اللي هو بيعملها. تيجي أنت بقى كشيخ تقول إن الله عز وجل هو الذي يوزع الزكاء، وأن الفروق الفردية دي داخلة تحت اتقوا الله ويعلمكم الله، يقول لك بس أنت كده دخلت في الدروشة وكلام. وأنا كنت أنا وواحد زميلنا هو موجود الآن، فجابونا بعد 3 شهور كل ما يجيبوا حاجة زي دي نجيب لهم الآية والحديث، وما كانش كلية التربية بتاع الأزهر موجودة لسه، فقالوا انت ابقى تعالوا لنا في المكتب، ورحنا لهم قالوا شوفوا بقى احنا الكلام اللي بنقوله ده احنا دارسينه في أوروبا، فانتوا اللي حافظ آية ولا حديث يخليها معاه، لما والله ولا أكذب عليه، وما تفتحوا انتوا بقى كلية التربية ابقى اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. طبعا لما جينا نفتح احنا كلية التربية كأزهر ما قدرناش ان احنا نجيب فيها مشايخ، ليه؟ لان التطوير بدأ من سنة اولى، فعبل ما نطلع دكتور معاه دكتوراه من ابناء الازهر عايزين 20 سنة، واحنا عايزين فاتحين كلية دلوقتي، فترتب عليها ان كان كثيرين من اللي دخلوا الكليات دي خريجين المعسكر الشرقي. معنى المعسكر الشرقي يعني الكتل الشيوعية، ان هم كانوا خريجين لان هم راحوا ناس مكافحين ودرسوا على حسابهم، فطبعا لما تروح انت تدرس في حسابك كتير جدا انك انت تستقطب، ليه؟ لانك انت ما فيش حد مغطيك، ما فيش ولا حكومة هي اللي مودياك ولا تقدر اصلا تودي، لان كثافتنا احنا كمصر عايزين 1000 دولة تاخدنا، يقول لك لا خلهم ربنا ياخدهم احسن. فيعملوا اعلان ان عايزين مدرس لكذا ومدرس لكذا ومدرس لكذا، فيروحوا دول ايه جايبين الدكتوراه وقاعدين مستنيين السوق اما تفتح، يجي مقدم ما تقدرش تقول له انت خريج المعاصي. فين بقى لما واحد نبه الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، معلش انا بقول لكم التاريخ دوت عشان تعرفوا ان في حاجات
بتتوجد احيانا انت ما تقدرش تحوشها، ما تملكش. واللي أثار القضية إن واحد كان أستاذ في كلية الهندسة وقال للولاد المشروع بتاعكم تجوني يوم الجمعة الساعة 10، فهم قالوا ده يخلينا قاعدين وأما الجمعة تيجي يخلينا، قال لا، اللي هيطلع المشروع بتاعه هيسقط. فاضطروا العيال يقعدوا ولا صلوش الجمعة، وهو قصد كده. فطبعا وصلوا هم الموضوع للشيخ، فالشيخ قال ما تقبلوش ولا واحد معاه دكتوراه من المعسكر الشرقي. لكن بعد ايه؟ بعد ما اللي ترسق ترسق، اتملت الكليات العملية، واصبحوا هم اللي بقى يرقوك لو جيت وانت شيخ. انا بقول لك كده ليه؟ عشان في حاجات سواء انت تشوفها وتشتم وانت ما انتش عارف. احنا هنفتح كليه دلوقتي نجيب لها مشايخ منين؟ ما مفيش. فاقول لك هات مجموعه نمشي بيها حالنا، يطلع اللي هتمشي بيها حالك ده هو اللي هيوقف حالك. فهل كان هناك احرص على مصلحه الازهر من الشيخ عبد الحليم؟ ما كانش. لكن الراجل الظروف اقوى منه. فانت تقول ده الازهريين دول ما عندهمش ده بيشغلوا، يا اخي انت ما انتش في مكانه. هو نفسه تقرطص، يجيب منين؟ طيب تفضل يا عم. وممن صرح بذلك احمد فقال اخبرنا اسهل من حدثنا، حدثنا شديد. قال ابن الصلاح وكأن هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبارنا. فأحمد أقول قولين، الحدثنا شديد، ولما كلموه عن عبد الرزاق الحدثنا وأخبرنا واحد. ليه؟ لأنه عارف أن عبد الرزاق عنده الاثنين واحد، وهو سئل عن عبد الرزاق تحديدا فأصبح جوابه بأنهما واحد ليس عاما، ولكنه يقصد الجواب عن صنيع عبد الرزاق. تفضل يا مولانا. لكن قد قال محمد بن رافع ان عبد الرزاق كان يقول، ان عبد الرزاق كان يقول اخبرنا حتى قدم احمد واسحاق. ابن رافع هو من طبقه الامام احمد، والامام احمد ميت 241. فقال له قل حدثنا. قال ابن رافع فما سمعته معهما كان عبد الرزاق يقول فيه حدثنا. لانه هو طلب على حسب الزبون، وهو مش عايز يصرف طالب العلم، لانه ممكن يقول له انا مش شغال عندك. لكن اللي يقول مش شغال عندك ده هو اللي الشيطان راكبه. اللي الشيطان راكبه يكبر فيه الانا، يقول له انا مش شغال عندك. لكني الزهري كان هو اللي يروح لطلبة العلم يدور عليهم في البادية ويقول لهم تعالوا ما حدثكم، مش يقول انا زهري واللي كده عاجبه ما يجينيش. لا، طب هو بيعمل كده ليه؟ قال لان النبي عليه الصلاة والسلام داعي، نضر الله امرأ. ها، هو رايح عشان الدعوة دي، فهو مش شغال عندك صحيح، لكن شغال عند اللي خلقك. ادي الشغلان. انت اذا بصيت لفوق هتخالف ابليس، لكن ابليس ما يخليكش تبص لفوق، يخليك تبص للارض اللي هو نزل فيها ادم. الناس كلها تتصارع في الارض والرزق في السماء. تفضل يا عم الحاج. اما قبل ذلك فكان يقول اخبرنا. بل حكى عبد الله بن احمد ان اباه قال فكان عبد الرزاق كثيرا ما يقول حدثنا لعلمه انا نحب ذلك، ثم يرجع الى عادته، وكان احمد اراد اللفظ الاعلى ولا ينافيه ما تقدم عنه. ثم عاد الى عادته، فيه روايه ثانيه، ثم عاد الى عادته فقال اخبرنا. فاصبحت الروايه الاولانيه مش واضحه، انت تطول بالك بقى لما يجي كتاب تاني هتلاقي فيه فقال أخبرنا.
طب هو من الاول ما قالش ليه؟ قال هو ما سمعش الا كده. الروايه على قد ما سمع على قد ما يقول، وانت تدوخ وراهم كنت عايز، ما انتش عايز خلاص هذا العلم في الكتب والناس هتموت. وبعده اي بعد لفظ اخبرنا خلاص. شوف بقى ماشي بالترتيب ازاي، اذا فتحت كفايه الخطيب تلاقيها ماشي، بس يستعمل ثم. الخطيب يزيد ثم، لان ثم دي تفيد الترتيب. الشيخ ابراهيم عم الشيخ ياسين، ثم تفيد الترتيب والتعقيب بمهله بخلاف الفاء، وكتب الاصول هي اللي تقول كده. فيقول لك الله، انت تخلق قواعد المحدثين على قواعد الاصوليين؟ يا عم المساله ما كانتش مقسومه الاول، العلم كله كان قواعده واحده، وكل منهم ياخذ ما يناسب تخصصه. يقول لك لا، ده المحدثين المتاخرين خلطوا كلام الاصوليين بكلام هو. امتى اتفصل اصلا؟ هو اتفصل لما بدا واحد تخصص بطن وقلب، والتاني حنجره، والتالت جلد بس، ولا كله لما يجي يدرس ما لفش على بعضه، انت نفسك يطلع مخ فضيلتك في حتت مظلمه. فانت ما تقسمش، لان دي قواعد بتحكم الفكر عموما. تفضل يا مولانا. وبعده اي بعد اللفظ اخبرنا واخبرني تلا انبانا أنبأنا. شايف الترتيب مشى، انبانا ونبانا بالتجديد، فهو تلوه في المرتبة، وقلل استعماله فيما يسمع من لفظ الشيخ، أي قبل اشتهار استعمالها في الإجازة. أيوة. ثم إنما تقدم في ترجيح سمعت من تلك الحيثية ظاهر، لكن لحدثنا وأخبرنا أيضا جهة ترجيح عليها، وهو ما فيهما من الدلالة على أن الشيخ الدلالة. فإذا دلالة اللفظ لا تأثير. طب الدلالة دي نجيبها منين؟ قال تجيبها من مصدري، مصدر اللغة الأول، وبعدين مصدر استعمال العلماء. والخطيب البغدادي كاتب في المكان دوت، قال إن من ناحية اللغة كل الألفاظ دي اللغويين يقولوا إحنا عندنا كلغة ينفعوا كلها. طب أمال إيه؟ قال إحنا الذي حصل فيه الخلاف هو استعمال علماء الشيخ، واستعمال ليه؟ لأن لغة الشريعة ملهاش لغة تانية. طب أمال إيه؟ قال الاصطلاحات كلها بتأتي من الاستعمال. فالاستعمال وسيلة من وسائل التقعيد والترجيح. فقال إحنا لما جينا الاستعمال حصل الخلاف، فأصبحنا بندي لكل لفظة مرتبة بحسب استعمال أهل العلم لها. وهي ما فيهما. طب ليه بنعمل لها؟ قال لأنها كتبت في الكتب، افتح سنن البياخي تلاقي إن الحديث خبرنا، وفي أنبانا، وفي حدثنا، وفي سمعت. الحديث الواحد تلاقي فيه كده. فواحد مشكك يقول لك شوف اهو، ما همش ماشيين حتى على عبارة واحدة، ولسه هيعملوا لنا مشكلة في العنعانة. يقول لك انتوا جايبين لنا اخبار معنعانة حاطينها في البخاري. فانت تقول اه والله يا اخي، ده احنا تريتنا واخدين فكرة، امال ليه البخاري ما قالش حدثنا؟ قال هو قال، بس انت اللي ما عندكش وقت نعلمك، لكن عندك وقت تسمع الشبهة. هتطول بالك هنقول لك، مش هتطول بالك خلاص صيح زي ما انت عايز. تفضل. وهي ما فيهما من الدلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه رواه فيه. الشيخ رواه الحديث، رواه الحديث وخاطبه به فيهما. وقد سأل الخطيب شيخه البرقاني عن النكتة في عدول البرقاني، ده هو اللي نقل علل الدار قطن كلها. احنا كلنا مدينين لهذا الرجل الامام البرقاني ده، وهو شيخ الخطيب. ولولا هذا الرجل، ودي يعني من فائدة التلاميذ، بس ما تزعلوش مني ما هماش تلاميذ العصر الحالي،
ليه؟ قال لأن حياة البرقاني اختلفت عنده وقت. كان ممكن التلميذ يقعد عندك أسبوع ما يخسرش حاجة. دلوقتي احنا لو طولنا الدرس ده لازم كله يطلع يشوف اللي هو ماضي في حتة، يطلع يكون نفسه اللي هو رجل يشتغل على عياله. ما أصبحش منطق التلمذة الآن ينفع، فتلاقيه يأثر على القيم يغيرها. فلما يأثر على القيم ندخل احنا في مسألة الايه المقابل، ونيجي عند المقابل ونروح مقسمين الناس بقى. فيه واحد يقدر يضحي انه يقعد معاك يوم ويطلع يلاقي رزق اولاده موجود ممكن يقعد، واحد تاني المجاش اللي بيشغله نفسه يقول له اتفضل روح للشيخ بتاعك ما يقدر، يبقى ما ينفعش. فاختلفت الامر. فالبرقاني ده لما تقرا كيف ساعد الدارقطني عشان يعمل الكتاب تجد انه لولا البرقاني سخر للامام الدارقطني ما خرجت العلل. فكان يجمع له الروايات ويقراها عليه في يوم، ثم يحفظها بقى. الاعجاز فين؟ انه هو يحفظها الدارقطني، ما يملهاش بقى من اللي كتبه، لا خلاص يلقطها من اول مره. كونك انت دلوقتي ما تقدرش تلقط حتى الحبايه ده موضوع تاني، ما لناش فيه احنا حيله. انما هو كان يلقط العشرة 12 مساله خلاص لجئوا. وسنه 800 كان حاصله في ابن حجر. يبقى القصور فين؟ في البضاعة نفسها. العصر الآن ملأ دماغة الناس بحاجات كتير جدا ما كانش في دماغة القدام، فأصبح يدوب العلم له حتة في دماغك، وكويس إنه له حتة. أنت بقى تقدر إيه تمطها شوية يقوم تصبح إيه تنفع الناس كثيرا، لأن الآية ماشية اتقوا الله وإيه؟ ما زالت الآية شغالة، ما اتنسختش ولا حاجة. وناس كتيرة يقول لك ربنا بيبارك لي في الوقت، وفعلا لما تعاشر انت ناس من اصحاب اللي يعني الارتباطات وكده تلاقي ان هو بينظم وقته بحيث ان هو حكاية المباركة في الوقت حقيقية مش انشا. بس انت ايه ادخل على الموضوع وخلي ربنا يعرف انك داخل من جوه عشان تتعلم. ما تقولش والله احنا جايين عم الشيخ نعمل كذا، لا هو ربنا مش شغال على دي، شغال على اللجوم. ان يعلم الله مش في ألسنتكم، لا تقول الله بيوصل القلب منين؟ قال امال ما خلقوا ازاي؟ الا يعلم من خلق؟ تفضل يا مولانا. وقد سأل الخطيب شيخ، قال انت بتوعظ ولا بتشرح مصطلح؟ قال انا بوعظ من غلبي. ليه؟ لان عايزين فعلا ناس تجدد امجاد هؤلاء الناس، وانهم هؤلاء ما كانوش بيعملوا يعني من شيء معجز، لا من شيء ممكن، وان هذا الممكن انا ما بقولكش اعمله كله، لكن الذين جاهدوا فينا يعني ايه اعمل على قد ما تستطيع. يقول لك ان لبدنك عليك حق، اول حديث يحفظ لك ابليس هو ده، ان لبدنك عليك حق، وبدنك بقى ممكن ياخد الحقوق كلها. تفضل. وقد سأل الخطيب شيخه البرقاني عن النكتة في عدوله عن واحدة النكتة، يعني السبب مش النكتة اللي هي النكت، لا كان لهم نكت ونحن لنا نكت. عن واحدة منهما إلى سمعت حين التحديث عن أبي القاسم الأبندوني، فقال لأن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية
فكنت أجلس حيث لا يراني ولا يعلم بحضوري. فلهذا ليه؟ قال لأنه هو ما كانش بيستلطف الخطيب. تقول الخطيب اللي يتحط على الجرح يبرد، قال يبرد على جرحك أنت لكن مش على جرحه هو. تقول طب كده نفقد الثقة في الناس؟ قال لا، ما تفقدش الثقة في الناس، لأن لا الخطيب بطل العلم ولا شيخه بطل التعليم. يعني ليه؟ قال لأن كل واحد على دفتره. الشيخ مسؤول وكده يلجم بلجم النار، والطالب مسؤول لأنه إن قصر هيبقى ما خدش ما وعده الله به طالب العلم. فكل واحد له دفتر، ما فيهاش إشكال. فكنت أجلس حيث لا يراني ولا يعلم بحضوري، فلهذا أقول سمعت، لأن قصده في الرواية إنما كان لشخص معين أشار إليه ابن الصلاح. أيوه، يعني هو الشيخ بيقول أنا سمعت وأنا مش كذاب، لكن ما كنتش بخلي الشيخ يشوف، أسمع صوته وأتأكد ولا خليش يشوفني. طالما هو بيسترحش فيا انا ما يصحش ان اضجره. يقول لك كده من اداب الطالب الا يضجر الشيء. دلوقتي في علم النفس يقول لك في مرحله يمر بها مرحله اثبات الذات، انه يحب الشاب انه يثبت وجوده عليك. فانت لما تكون دارس تستحمله، لما تكون مش دارس تديله بالشلول. وانا درست طبعا في مراحل وكانت كده، فما تكون دارس لا ما تديلوش بالشلول، لان اعددناك للعمليه قبل ما نوديك. تفضل يا مولانا. ومنه قول ابي داود صاحب السنن قرئ على الحارس بن مسكين وانا شاهد. ايوه، وايضا النساء هنا في مصر ده. ونحوه حذف النسائي الصيغه حيث يروي عن الحارس ايضا، بل يقتصر على قوله الحارس بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع، لان الحارس كان يتولى قضاء مصر، وكان بينه وبين النسائي خشونة، فلم يمكنه حضور مجلسه، فكان يستتر في موضع ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تورع وتحرى. إذن أنت لما تجيب بقى ترجمة النسائي وتجيب ترجمة شيخ وتلاقي فيها ثناء يحمل بعير، ما تفهمش إن هؤلاء الناس ولا نحن البشر في جميع عصورنا كنا ملائكة، لا، إحنا بشر. بس بقى ما تستعملش انت البشر لغايه ما تدخل في المعاصي. استعمل حاجات بس ايه؟ زي ما الايه الا اللمم. وايضا عندما تسمع ثناء بالغا على شخص لا تعتبر نفسك انك انت ما انتش ولا حاجه جنبه، لا. انت لك قدرا وهو له قدرا، وما زال الدفتر مفتوح. لا يغلق إلا بعد ما ربنا يسحب وديعته. أول ما يسحب نفسك خلاص الدفتر يتقفل بقى. طول ما هو مفتوح أنت بقى ما تصنفش الناس، قادر تعمل المعروف اعمله، لأنه هيتكتب لك. تفضل مولانا. هذا ظاهر في من قصد إفراد شخص بعينه أو جماعة معينين، كما وقع للذي أمر بدق الهاون حتى لا يسمع حديثه من قعد على باب جاره. الشيخ جاب الجارية بتاعته وقال لها إيه؟ خبطي بالهون كده، لأنه اللي هو ما دخلش قاعة الدرس ما يوصلوش الصوت. وهو شيخ كل حق وكل حاجه، ما هوش ما احنا لا نخدع فيه ولا نعرف اللي خلاه يعمل كده، بس لازم نحمل الناس على احسن محاملهم، لا تسيء الظن. لذلك زمان ساعه ما كانوا بيحرموا المناصب يجيبوا الشيخ من دول ويقولوا له بقى انت تروح تشتغل مع السلطان وكلام من ده، فيقول يا فلان والله ما قبلت العمل الا بعد ان حلت لي الميته، أنا محتاج. فلذلك أنت ما تتدخلش فيما بين الناس وبين ربهم، بص لنفسك أنت.
ستجد فيك النقص وتجد فيك عوامل الكمال، وانت ساعتها تتحاسب هتتحاسب على نفسك انت. كل امرئ بما كسب رهين. في امراض لما تدرسوا انتوا في حكايه علم النفس دي، انه هو ما يبصش لعيوبه ابدا، يبص لعيوب الناس. الراجل اللي قال له ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا، قال لانكم قمتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. انت بص لنفسك يا اخي. وفي انفسكم. ولذا نقل عن معتمر بن سليمان انه قال، شوف، نقل عن المعتمر. فهو إذن يجمع مادة علمية تغطي المرحلة الزمنية التي من عصره إلى أن يصل إلى عصر الصحابة، ليبين عن أن هذه المصطلحات لم تصنع في زمن ولا في وقت معين ولا كذا، وإنما هي مرت عليها عصور وتغيرت فيها اصطلاحات بسبب العصور، لكن الضوابط نفسها ما ماتتش. ضبط الراوي الاول انه باللي يحفظه، بعد كده اتنقل انه هو اللي يحفظه او يكتبه، وبعد كده اتنقلت لان اللي يكتبه بس. ليه؟ قال لان في ناس كانت اعلى اسانيد البخاري رجل لا يقرا ولا يكتب، الحجار ده معروف اللي سمعوا منه المتأخرون، كان أمي، لكن هو نسخة من البخاري زي الشريف. معناته ان انت ما تقولش والله انا راجل ما قريتش ولا كتبت وانا اقدر. تقدر، لان انت مسألة انك تعلمت او ما تعلمتش ده لظروف، انما ما زال مخك قابل لانك تتحمل وتؤدي، ولا يلزم ان تكون فقيها. تفضل يا مولانا. ولذا نقل عن معتمر بن سليمان أنه قال سمعت أسهل علي من حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني، لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث. أيوة، ده وجهة نظري. وقد قال ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثني، ولكن سمعته يقول تزوجت ابنة أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما الحديث. يعني إذن فهو حدث جماعة وهو منهم، حدثنيش أنا بخصوصي. ولذلك هيجي مثال هنا أو جايز تقدم، قالوا له انت سمعت؟ هل حدث جماعة؟ قالوا هل حدثك فلان؟ قال لا، هو حدث جماعة انا منهم. وقال ابو نعيم الفضل بن دكين قلت لموسى بن علي بمكة ابن علي، خلي العين مضمون، يقول لك ما تخليها علي. قال هي اصلا جت الضمة دي لكده، لانهم كانوا يضبطوا الحاجة اللي هي خلاف المعقول، فهو اسمه علي. قلت لموسى بن علي بمكة حدثك أبوه؟ قال حدث القوم وأنا فيهم، فأنا أقول سمعت، وكل هذا يوافق. شايف الورع؟ ما هو يقدر يقول أيوة، لكن عارف إن الدفتر هيتكتب فيقول اللي حصل. وكذا حكى أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن المديني أنه بينما هو مع أبيه عند الإمام أحمد في عيادته وكان مريضا، وعنده يحيى بن معين وغيره من المحدثين. كل ده مكتوب بالأسانيد في الكتب، يعني السخاوي ما شافوش السخاوي في القرن التاسع، لكن هو بينقل من كتب. طب ما قالش الكتب دي ليه؟ قال ما كانش. انا قدامكم، انا هو لما كنت مسجل دكتوراه كانوا مشايخ يقولوا مش لازم الكتب، انت اقرا الكتب، المصطلح موجود. الامام النووي مش هو اللي شارح مسلم يا شيخ محمود؟ يقول انا لا انسب الا ما هو غريب، ده كان مصطلح، لكن الكلام المشهور ما اقولش قالوا فلان. هو ما كانش واخد باله ان اصلا المشهور ده اللي مشهور عندهم ماتوا، يقول طب ما دي ما مش قضيتي، انا في وقتي كان اللي معروف بين الناس ما اقولش قالوا فلان. وبالتالي نصوص كتيره في كلام النووي ما يقولش اصحابها،
بناء على انه قال الكلام ده في المقدمه. انت تقرا بقى في جزء 18 اللي في الاخر تقول رحم الله النووي لو قال لنا. طب ما هو قال لك من الاول. يقول لا، ما اصل ما كانش مقرر علينا من اول الكتاب. يا مولانا الدكتور سامي، المقرر ما بيبقاش من اول الكتاب. فهو قال من الاول اهو، ما حدش يقول لي انت ما قلتش ليه، لان انا المشهور بحسب فهمي لا انسبه. ليه؟ كانت الكتب قدام، جات التتار حرقوا الشام كلها، وكانت كانت سنه ماشيه ان هم قبل ما يقول لك اطلع ولا ما تطلعش يضروا من النار، فتتحرق الكتب وهم عايزين كده. ما كانتش نسخه بقى راحت مصر ولا واحد خد حته منها، تجد سنن النسائي حتت منها في كل مكان. ما كانش فيه فلوس ساعتها ان واحد يجيب النسخه كامله. فتلاقي كتاب الجمعه منسوب للنسائي، فتقول النسائي ملوش كتاب الجمعه. له سنن فقهية. قال لك هو ده اللي هو سمعها في مصر، ما كانش معاه فلوس، الراجل راح يحب ما لقيش الا 10 ورقات يسمع فيهم، فراح كاتب الجمعه وخدها وجا مصر. الناس ما عرفتش سنن النسائي الا قبل 50 سنه، وانا حي اهو معاكم. ما عرفتش سنن النسائي الكبرى الف قبل 50 سنه. شيخنا الشيخ سيد سابق الشيخ سيد صقر يقول ليس للنسائي صغرى ولا كبرى. ليه؟ ما شافش. اول ناس طلعت سنن النسائي الكبرى قطر، ان كانت عندها المخطوطه، وعملوا مركز سنه، ان بتوع مركز السنه يروحوا يجيبوا المخطوطه ويعملوها، لان ده مركز سنه ما فيش. ليه؟ قال لانه راجل ملوش في الاختصاص. ينقل بس الكتاب من هنا يجيبه هنا، ما جابوش. اتفضل يا عم الحاج. إذ دخل أبو عبيد القاسم بن سلام فالتمس منه يحيى أن يقرأ عليهم كتاب الغريب له. غريب الحديث لأبي عبيد، كتاب مسند بالإسناد، ولغاية وقت قريب ما كانش مطبوع بأسانيده. كان مطبوع من غير أسانيد. دلوقتي الحمد لله طبع على النسخ اللي هي موجودة مسندة وطبعته متداولة، ويعني يستفاد من أسانيده، وتتميز أسانيده أن هي فيها رواة ما يطلعوش في الكتب اللي معانا، مع أن هم من الأجيال المتقدمة، لأن أبو عبيد ميت سنة 200 وكذا. فلذلك أسانيده فيها رواة ما يخشوش مثلا في تهذيب التهذيب. تفضل عمي. فالتمس منه يحيى ان يقرا عليهم كتاب الغريب له. فاصبح تحولت بقى الروايه دلوقتي سنه 200 انها بدل ما كانت احاديث محفوظه ويقولها انها كتب. هل كده اتلغت الروايه ولا تغير شكلها؟ تغير شكلها. هي بحيث انك انت لما تجيب مصدر متأخر عن كتاب الأموال ورسالة مولانا الشيخ سامي فيها المثال دوت، تلاقي إن أبو عبيد أخرج الحديث في الأموال، واللي جاء بعديه دخل من طريق أبو عبيد، لأنه خد الكتاب ودخله هو بقى في مروياته. فأصبح تلاقي حديث هنا وحديث هنا وحديث هنا، هكذا. وأحضر الكتاب فأخذ يقرأ الأسانيد ويدع التفسير، فقال له شوف بقى ازاي. ليه؟ لأن اللي قاعدين مش عايزين أسانيد. الراجل اللي عمل كتاب الأموال لأبي عبيد، طب ما الكتاب الطبع مسند، أنت إيه اللي دخلك فيه؟ قال والله ده أنا كنت أحذف الأسانيد دي لعنعنة، بس لقيت خفت لأحسن الناس. طب ليه دخلت نفسك في كده؟ ما أنت راجل معروف ولك بمئات الكتب، ابعد عن ده. قال لا، ما هو الناس طالبه مني، لانه الاسم الشهره اكثر من العلم. سواء الشهره تبقى اكثر من العلم يا فضيله الشيخ. فلذلك كله بيدور على الشهره دلوقتي. طب ما هو كده جهنم، قال جهنم انت هتعقدنا ليه؟ اما تيجي جهنم يحلها ربنا. فاخذ يقرا الاسانيد ويدع التفسير. فاذا كانت هناك طرق تحمل مختلفه.
طرق بالأسانيد وفي حدثنا وأخبرنا. وواحد تاني الإمام مسلم لما تقرأ له يقول لك قال فلان أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. اقرأ صحيح مسلم لوجه الله، لأن الشروح بتاعته ما تناولتش أسانيده كويس. يقوم تاخد انت من صنيع مسلم ان كانت الشغلة كده. فهو قالوا له ايه، احنا بصراحة مش عايزين اسانيد منك، انت قول لنا الكلمة الغريبة ومعناها. فهو ممكن يقول لهم انتوا مش طلبة علم؟ لا، قال لك انا والله اقول اللي طلب مني والذنب عند طلبه. فقال له علي يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد نحن أحذق بها منك ففعل. شايف التحدي؟ قالوا الأسانيد احنا عارفينها، وجماعة اللي هم كانوا في أهل المدينة، والراجل اللي سمع من ابن إسحاق في بغداد وراح يحدثهم بأحاديث ابن إسحاق قالوا لا اوعى تجيب سيرة ابن إسحاق. قال ازاي ده راجل له أسانيد وأنا سمعت؟ قالوا نحن أعلم به منك. بس دي ماتت دلوقتي بقى، ما اصبح ماتت الان. لكن تبقى النقول دي لتعرفك لماذا هذا اسند ولماذا هذا علق. او هم بنفسهم هو قالوا له سيبك من الاسانيد. فاذا كان في طلب لإبقاء الإسناد والعبارات اللي فيه لتحقيق اتصال الرواية، وكان فيه سند مش مطلوب ولكن مطلوب معنى اللفظ فقط. وعلى العالم أن يراعي حاجة الناس، لأنه قد يكون إذا تمسك هو بما يريد ضاعت الفائدة. فلما تضيع فائدة أحسن ما يضيع الاثنين. فقال لهم حاضر احذف يا ابني. دعنا من الاسانيد نحن احذق بها منك ففعل. فقال يحيى لعلي دعه يقرا على وجهه. فقال يقرا على وجهه يعني يقرا الكتاب زي ما هو عشان نتحمله كامل. فاصبحوا في الدرس اثنين اهم، واحد عايز كامل وواحد عايز ايه؟ بدون. يعمل ايه بقى ابو عبيد؟ يسيبه ويقوم. قال لا، ما هو يسيبه مؤمن بس الشيطان تملكه خلاص. فقال ابو عبيد ما قراته الا على المامون. شوف بقى الرسم. قال انتوا فاهمين ان انا قاعد كده في وسطكم وانا بقرا عليكم؟ انا ما حدش قريته عليه كاملا الا على المامون اللي هو الخليفه. طب احنا ناس على قد حالنا يا عم. قال ما عشان على قد حالكم قاعدين تفصلوا معايا. واحد يقول لي ده بالسند وواحد يقول لي مش بالسند. انتوا فاهمين ان انا يعني رخيص؟ لكن المهم يعني تلاقي طلب الزبون. ليه؟ لان تحقيق الفائده اولى من تضييع الفائدتين. فان احببتم قراءته فاقرؤوه. فقال له علي ان قراته علينا والا فلا حاجه لنا فيه. شايف الأبلسة؟ وكلهم ناس صالحين، يعني كلهم ناس احنا كلنا ما نجيش جنبهم حاجة، لكنهم قبل ذلك وبعده بشر. والكتاب نقل عن غير طريقه وفي غير هذا المجلس، إنما أصبح للشيطان نصيب في هذا المجلس، عشان كده عملوا كفارة المجلس. ولم يكن أبو عبيد يعرف عليا. فسأل يحيى عنه فقال هذا علي بن المدين. خلاص لما يقول علي بن المدين خلاص دخلت البطاطس في الموضوع. قال فالتزمه وقرأ حينئذ. ايوه بقى خلاص. طب احنا بقى كل يوم نجيب واسطة الواحد ولا انتم كل واحد يطلب من اجل الاجر الذي لا يميز بين غفير ووزير؟ من اجل الاجر. قال فمن حضر ذلك المجلس فلا يقول حدثنا او نحوها، يعني لكون علي هو المخصوص بالتحديث، وكان ابي يعني عليا يقول حدثنا ابو عبيد. ايوه ليه؟ لان هو التانيين كانوا قاعدين، هو عايز يطلع علي. بس من قواعد المحدثين انك ما تملكش انك انت بعد ما سمع منك الطالب ان تنزع منه هذا.
خلاص بقى حقه. فهو قال إن لم يكن العبارة ما يخشش هو فيها بخصوصه بس. ليه؟ لأنه فصل معاه. وعلى هذا لو قال سمعني بالتجديد حصل التساوي من هذه الحيثية وثبت للسماع التفضيل مطلقا. وفي سماعة لما تقروا الأسانيد على ما لكم تلاقوا فيها. وأما لو قال حدث أو أخبر فلا يكون مثل سماع. ما ذكرش المتعلق، لكن هو ما تتبانش إلا بحدث، يعني ببان المتعلق. وأما لو قال حدث أو أخبر فلا يكون مثل سمعت في ذلك، على أن نقول الحيثية المشار إليها في حدثنا وأخبرنا لا تقاوم ما فيهما من الخدش في الاتصال، مما لأجله كانت سمعت أرجح منهما. العبارة دي مفهومة؟ قلت أنا سعيد. وأما لو قال حدث أو أخبر فلا يكون مثل سمعت في ذلك، لأن المتعلق محذوف مش مصرح به، وعند عدم التصريح يدخل الاحتمال. أدي خلصت المعنى اللي هيقوله. تفضل يا مولانا. على أن نقول الحيثية المشار إليها في اللي هي حيثية تحقيق الاتصال. على أن نقول الحيثية المشار إليها في حدثنا وأخبرنا لا تقاوم ما فيهما من الخدش في الاتصال. أيوة، يعني ما تعلاش عليها. مما لأجله كانت سمعت أرجح منهما. أيوة نعم. وقوله أي الراوي قال لنا ونحوها مثل قال لي. خلاص انتقلنا بقى، خلاص خلصنا. سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وأنبأني، ودخلنا في إيه؟ في القوقلة. فقال لها إيه؟ لها رخ رصيق، حتى يصل الأمر إلى أن واحد منهم ما يقولش قال لي، يقول إذا قلت قال من غير ما أقول لي يبقى أنا سمعت. ده يبقى ايه؟ اسمه اصطلاح خاص. طب افرض ملوش اصطلاح خاص، يبقى على الاصطلاح العام، ان هو ما قالش قال لي او قال لنا ما تفيدش الاتصال. لكن لو جه واحد ابن جريج وقال يا جماعه انا لما اقول عن شيخي قال ابقى اقصد السماع، نقول خلاص دي تحفظ لوحديها وتنطبق على الراجل ده لوحدي، من غير الرجل ده تبقى لا تفيد الاتصال. وممن استعمل العبارتين الإمام البخاري في تاريخه، وفي صحيحه قليل لكن في تاريخه كتير، قال لي وقال لنا وقال. فهم يقولوا قال المطلقة دي عند البخاري لا تفيد في تاريخه الاتصال، لكن جوه الصحيح تارة تفيد وتارة لا تفيد. وقوله أي الراوي قال لنا ونحوها مثل قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي، فقوله حدثنا فأصبح قال وذكر، والإمام البخاري يستعملهما في التعليق، لكن يستعمل قال لي وقال لنا كتير في الاتصال. يبقى واحد يجيب تاريخ البخاري. طبعا أنا لما اتخرجت من أصول الدين ما شفتش جزء من تاريخ البخاري، ما كانش موجود، كان موجود في بيوت العلماء الكبار، فما نروح يورونا جزء كده ولا حاجة. لكن تروح انت مثلا، كنا نروح يعني برضو علشان تعرف انك ايه، ما اصبحش الوقت تشوف المحروس اللي معاك ده موجود مكتبه كلها ماشية، ولذلك انت ما بتقراش. فنروح نكتب الاول استعارة بتاريخ الجزء اللي موجود ونقدم، وبعد كده يبعتوا يجيبوه، لان كانت البلد في حاله حرب انتوا ما تعرفوهاش، فكانوا واخدين الكتب كلها وحاطينها في القلعه عشان خاطر ان مصر كلها كانت مسرح لحرب اسرائيل. نيجي دلوقتي نقول الجيش عمل كذا، يقول لك عملوا ايه ده؟ قالوا تعالى ساعتها وبات ليله واحده في الضلمه وبعدين اتكلم. فلان في الحكم لها بالاتصال
حسبما علم مما تقدم مع الإحاطة بتقديم الإفراد على الجمع. يعني الإفراد دائما قوي، لأنه معناه أنك أنت لا شك. لكنها أي هذه الألفاظ الغالب من صنيعهم استعمالها فيما سمعوه في يبقى بني على الاستعماله، يبقى الاستعمال مصدر لتقرير المصطلحات، ولذلك هم كلهم يجيبوا الكتب ويستقوا منها. لكنها أي هذه الألفاظ الغالب من صنيعهم استعمالها من صنيعهم. خلي بالك من حكاية صنيعهم دي. إذن المصطلحات كما قرر الخطيب البغدادي تؤخذ من استعمالات العلماء التي يستقرون عليها فتصبح اصطلاحا، وأما تصبح اصطلاحا ما يبقاش لها صيغة المناطق، لأن كثير من الباحثين والباحثات بيفهموا إن التعريفات اللي موجودة في كتب المصطلح هي تعريفات كتعريفات المناطق. لا، هي كتعريفات المناطق من حيث الشكل، لكن من حيث القواعد لا. والمناطق يقولوا إن التعريف اللي بالذاتيات يسمى حد. معنى بالذاتيات يعني بالأشياء الموجودة في جميع الأفراد، وبالتالي يبقى التعريف جامع ومانع، كما يقال إنسان حيوان ناطق. فعمرك ما تلاقي إنسان ما هوش لمؤاخذة حيوان لأنه هو فيه الحياة، ولا تلاقيه ما هوش ناطق اللي هو أصابه خرس أو كده، ده يعني شيء استثناء. فده ممكن يبقى تعريف فعلا جامع مان، لكن ما عدا ذلك هم يسمونه رسما، ونحن نسميه تعريفا أو حدا توسعا. فاحنا اللي جبنا الإشكال، هم ما جابوش المناطق إشكال، هم قالوا في تعريف بالحد وتعريف بالرسم، والتعريف اللي بالرسم لا يكون في حالات كثيرة لا جامعا ولا مانعا. طب امال ايه؟ المميز فقط، يميز الرجل من المرأة، ويميز الطالب العلم من غير طالب العلم، تمييز فقط، والتمييز لا يمنع الاشتراك. فأنا الآن لما أقف جنب واحد طويل أنا أتميز بأن أنا قصير، لكن نحن الاثنين مشتركين في أننا طلبة علم وخرجين كلية أصول الدين، وده معاه شهادات وده معاه شهادات. فما يقول والله ده دكتور وده شيخ بس، يبقى ما فيش بقى لا جامع ولا مانع، وإنما ميزنا هذا عن ذلك بس. فهو ده اللي يبقى اسمه تعريف بالرسم. فلذلك هذه المسألة لابد أن تستحضر أن مصطلحات العلوم مش علم المصطلح الحديث بس، كذلك كلها كده مأخوذة من استعمالات أهل العلم الذين شهد لهم باهتمامهم بالتحصيل العلمي، وحرصوا أيضا على إعطاء ضوابط حسب خبرتهم بس. وبناء على كده فاللي يبنى على الاستعمال ما يبقاش ولا جامع ولا مانع، إنما يبقى مميز فقط. الغالب من صنيعهم استعمالها فيما سمعوه. شوف، الغالب من صنيعهم، فعمل لك حاجتين، إنه صنيعهم وأنه الغالب، والأمور تبنى على الغالب. لكن هل البناء على الغالب يمنع دخول غيره؟ قال لا، ما يمنعش، هو بس يساعدني إن أنا لما استعمله ما يجيش واحد يقول لي أنت أدخلت على هذا العلم ما ليس منه فقط. فيما سمعوه في حال كونه مذاكرة
وقال ابن الصلاح إنه أي السماع مذاكرة لائق به أي بهذا اللفظ وهو به أشبه هو ذكر لأنه مذاكرة وذكر قريبة لكن هم رجعوا اصطلحوا على أنه إذا قال ذكر فلا يكون رواية ولذلك تجد أن الشيخ السخاوي نفسه صاحب الكتاب ده لما عمل المقاصد الحسنة يقول فلان روى وفلان أخرج وفلان ذكر مثلا صاحب فردوس الأخبار اللي هو الكتاب المطبوع الآن في 5 مجلدات ده فيه 9000 حديث ما فيش فيه أسانيد فالشيخ السخاوي يقول إيه ذكره صاحب الفردوس وبيض له ولده في المسند يعني إيه بيض له يعني حطه ولا لإلوش إسناد ممن صرح بأن البخاري بخصوصه يستعملها في المذاكرة أبو إسماعيل الهروي حيث قال عندي أن ذاك الرجل ذاكر البخاري أنه سمع من فلان حديث كذا فرواه بين المسموعات بهذا اللفظ وهو استعمال حسن طريف ولا أحد أفضل من البخاري هي طبعا ما فيش أفضلية لكن هو المرجع للاستعمال هل ثبت أو لم يثبت لكن قبل ذلك احنا نريد ان نقول ان كلمة ذكر لوحدها تذكر على الكتاب الذي ليس فيه اسناد فعندما نخرج الحديث بالعزو الى كتاب ليس فيه اسناد فالعبارة الاصطلاحية ان نقول ذكره مثلا المنذر في الترغيب والترهيب وكذلك نقول أورده وكثير ما نجد في الهوامش خطأ يقول أخرجه في مجمع الزوائد لا هو مجمع الزوائد ما فيش فيه إسناد فلذلك يقولون ذكره أو أورده للكتاب الذي يخرج منه وليس فيه إسناد وهذا الاستعمال موجود في المقاصد الحسنة للسخاوي وواضح جدا وأحيانا يقول ذكره صاحب الفردوس وبيض له ولده لأنه هو صاحب الفردوس كتاب بدون أسانيد مطبوع الآن وابن المؤلف عمل له تخريجا وسمى هذا التخريج مسند الفردوس يعني بيان أسانيد كتاب أحاديث الفردوس وأبوه اللي هو أبو شجاع ده لم يذكر الأحاديث بدون أسانيد لأنه ليس له أسانيد بها وإنما أهل عصره نفسه باعتبار هو بعد 500 كان طلبة العلم اللي هي زي حضراتكم أصلا هم اللي يطلبوا عدم الأسانيد وطبعا هم ما كانوش يعرفوا لأن المسلمين هيجي لهم يعني الكوارث دي وتضيع كتبهم المسندة ولا إن مسألة الأسانيد دي ضرورية فكان العالم يفضل توصيل الفائدة على منع الفائدتين فبعد ما مات الراجل اللي هو الديلمي الكبير اللي هو أبو شجاع ده أخذت الناس تعاير ابنه اللي هو أبو منصور يقول إن أباك جمع آلاف الأحاديث بدون أسانيد فضل للناس فهو أصر ونعمة يعني الولد لأبيه أن يخرج كل أحاديث كتاب والده بأسانيد وفي هذا التخريج هو يتعمد أن يروي الأحاديث بسند والده فيقول حدثني والدي ليبين لهم أن والدي كان عنده الأسانيد ولكن طلبة العلم هم الذين طلبوا منه ألا يذكر الأسانيد
وللأسف إن الكتاب يعني فقد كاملا، مش موجود منه إلا قطع. والآن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كان الكتاب كامل في عصره، وبرضه ما كانش عارف إن إحنا هنفتقد التراث، فعمل كتاب اللي اسمه الإيه؟ ظهر الفردوس أو الغرائب الملتقطة، فذكر الأحاديث اللي هو يرى إن أسانيدها في مصادر غريبة على الناس، ليست متداولة في سنة 800 ولكنها كانت متداولة قبل كده. فطلع الكتاب فيه تلت ما في الفردوس، يعني الفردوس 9000 وشوية، ظهرت الفردوس فيه 3000 وشوية. فلذلك فقد التلتين دول في أجزاء موجودة من الكتاب، لكن لا توجد في حسب الفهارس العالمية الآن ما يكمل نسخة. فلذلك أنا أتمنى أن حد يسمع صوتي، والقطع اللي موجودة من مسند الفردوس تطبع، لأنها يوجد فيها ما ليس في كتاب زهرة الفردوس. فالشاهد أنه السخاوي يقول على الكتب اللي يجيب منها بدون وهي بدون أسانيد يقول ذكر أو أورد، ولا يقال لا روى ولا أخرج ولا خرج. هنا احنا بنقول هل ان ذكر دي استعملت بقى في الرواية مش في استعمال التخريج؟ اللي احنا بنتكلم عنه ده في التخريج مش في الرواية، ليس في التخريج. وإلا في التخريج ذكر معناها ان الرواية بدون اسناد. عندك انت مسند الفردوس يا شيخ عبد الفتاح؟ شيخ عبد الفتاح طبعا بيحتفظ بمخطوطات تهبل الناس وما يداش إلا لطالب العلم اللي هو إيه يعني يجي على ذاكرته. والناس اللي عندهم مخطوطات بصديقه وهو عامل معاهم علاقات وانت تتحايل عليه كده، مش عايز تتحايل عليه خلاص براحتك. تفضل. وخالف أبو عبد الله ابن منده في ذلك، حيث جزم بأنه إذا قال لي فهو إجازة. أيوة طبعا دوت. اما انت تقرا كتاب البخاري للتاريخ هتلاقي ان كلام ابن منده ده مش مظبوط، ليس مطابقا. اللي يقرا تاريخ البخاري اللي هو اصلا اكثر من حكايه قال وقال لي، يعرف ان كلام ابن منده حمله على الاجازه ليس مسلما له، لعله يعني هو بناه على راي معين له، وإلا صنيع البخاري لا يفهم منه أنه الإجازة، لأنه أحيانا يستعمله في الصحيح ومش لشيء. هو استعمل في الصحيح الإجازة لكن مش بلفظ قال لنا، هو يقول إجازة فيصرح بلفظ الإجازة. فلذلك مما يدل على أنهما عند البخاري متغايران. وكذا قال أبو يعقوب الحافظ إنه رواية بالإجازة. كتاب كلام ابن مندة ده اللي هو بيقوله الشيخ محمد برضو جاب لنا النص في الكتاب اللي أنا خدته منه ده، إنه هو كتاب اسمه الإجازة في صفحة 39. لكن بقى الناس دور ورا السخاوي كده السرسب منين؟ هل الشيخ عبد الكريم أحال عليه؟ لا ما أتيحش للرجل، لكن هو كما قلت لكم مكتبته فيها ما لا يرى إنس ولا جن، وكان يحرص على الطبعات بحيث إذا طلع للكتاب طبعتين هو يشتري الطبعتين، يحرص على ذلك. وقد يسافر مثلا إلى مكة باعتبار أن هي كتب بتاع الهند كانت تيجي في مكة زمان لكي يشتري هذه الأجزاء يعني تكون عنده. تفضل. وقال أبو جعفر بن حمدان إنه عرض ومناولة. أبو جعفر بن حمدان ده معروف اللي هو مين بقى؟ اللي هو في سند الإمام أحمد. اللي هو شيخ مين؟ شيخ القطيع. شيخ القطيع. أيوه.
فهو بيقول ابو جعفر بن حمدان وعارف انك انت عارف، كونك انت مش عارف دي قضيتك بقى. وهو على تقدير تسليمه منهم له حكم الاتصال ايضا، يعني على موافقتهم على انه هو بمعنى الاجازة، حتى ولو كان بمعنى الإجازة فهو يفيد أيضا الاتصال، لأن الإجازة نوع من الإيه؟ من الاتصال، بخلاف كلام ابن حزم اللي يقرأ يعني طريقته يقول لك لا الإجازة لا تعتبر. فطبعا ده رأي شاذ يعني لا يؤخذ به، إنما قال به ناس، أيوة قال به ابن حزم في كتبه وفي بعض رسائله أنا قريتها قريب، يقول كده أنه الإجازة لا تفيد الاتصال، وأخذين بكلمة الشافعي القديمة من قال لك أجازك من أجازك فقد قال لك أكذب علي. لكن طبعا ده رأي للإمام الشافعي ما حدش وافقه عليه، فلذلك كلام ابن حزم به أو بما يشابهه مصيره هو نفس مصير مقولة الإمام الشافعي، مع طبعا احترامنا لآرائه وأقواله وكذا. على رأي الجمهور لكنه مردود عليهم، فقد أخرج البخاري في الصوم من صحيحه. شوف فبيستند دلوقتي للإيه؟ للصنيع. إيه دليلك؟ يقول دليلي إن البخاري عمل كده، فأصبح عمل الأئمة المحدثين يؤخذ منه الاصطلاح ويحتكم إلى صنيعهم. والشيخ ابن حجر عامل له كتاب نكت على صحيح على فتح الباري، فيقول كده إن شرط العالم يؤخذ إما من كلامه وإما من صنيعه. وطبعا ده متفرع على حكاية السنة القولية والسنة التقريرية، يعني تأصيله إنه هو ليس شيئا يعني ليس له دليل، وإنما هذا هو دليله، أن إقرار العالم للشيء بمثابة قول له، لأنه يعني مفروض فيه ألا يقر الباطل، فإذا أقر فهو صحيح. وهكذا فعلوا بالإمام مسلم. الإمام مسلم لما قال في مقدمة الصحيح المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث ضعيف، قالوا دي مش من مسلم، ده مسلم بيحكيها عن غيره. قالوا ما هو لما يحكيها عن غيره ولا ينتقداش يبقى قول له. ورجعوا فرعوا عليها إن الذهبي لما يسكت على حكم الحاكم في المستدرك يبقى أقره الذهبي. يقول لك لا، طب ما هو الذهبي بيسكت هنا ويتكلم في كتاب تاني. قال خلاص قول كده، لكن ما تقولش ان الإقرار ما ينفعش، لأن الإقرار مؤصل أصلا. فيكون للذهبي موقفين. فقد أخرج البخاري في الصوم من صحيحه حديث أبي هريرة قال قال إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فقال فيه حدثنا عبدان، وأورده في تاريخه بصيغة قال لي عبدان. أيوة دي يعني إيه مثال تطبيقي يدل على أني قال لي، ليست كما ذكر الإمام ابن مندة، وهو رأي له يعرف حتى إذا ظهر لنا من كتبه شيئا نعرف انه مبني على رأي له، ورأي العالم يؤخذ به فيما يخصه، ولكن نقله الى غيره يحتاج الى قرائن، قد نوافقه وقد لا نوافقه. ربما انت تحتاج رأي العالم ده اللي تفرد به تحل به مشكلة واحد يا مولانا الشيخ إبراهيم، فتقول خلاص الطلاق مش واقع لان فلان قال كده، فالرجل هيتبسط منك والست هتدعي لك وكده، لأنك أنت إيه حطها في رقبة عالم واطلع سهل. ودي بقى طبعا لما كنت أنا شغال في المساجد كانت بتتعبنا، لأنه خمسة يفتوه بخلاف بعضهم البعض، فما يجين ويقول أنا أمال
الإمام بتاع جامع سيدي سعيد، سيدي سعيد ده في السبتية من التابعين، له مسجد هناك، قال كذا لي. أقول له أنا بقول لك اللي أعرفه يا أخي. يقول لا ده أنتوا بتضيعوا الشارع، ده أنتوا هكر. يدينا طبعا موشح كويس، نقول له خلاص كتر خير. فأنت برضه أما تيجي تفتي خلي بالك يعني، لاحظ المفارقات وقول له والله أنا اللي أعرفه كذا، وأنك أنت، لأن الفتوى لا تلزم المستفتي. كثير من الناس يرتكب المحرمات لفتوى أفتاه بها واحد، لا، الفتوى لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، وإنما هي رأي العالم ولا يلزمك، إنما اللي يلزمك حكم القاضي، وإن ما نفذتوش يسجنوه، ومن حقهم الولاية العامة يتتبعوك ويقيموا عليك ينفذوا فيك الحكم، فالفتوى غير الحكم. فضل مولانا. وكذا أورد حديثا في التفسير من صحيحه عن إبراهيم بن موسى. ده يعرفك إنك لما تطلع الكتب تستفيد، إن الكتب المصطلح دي ما تاخدهاش أنت مصماء كده زي ما هي، أما تقرأ تلاقي إن الناس دول جابوها من اطلاعهم، وقد ربما تطلع أنت على خلاف ما قالوا به، فيصبح عندك رأيان في المسألة بدل رأي واحد، وربما تجد صاحب الرأي الثاني ده رد على القول الأول، يعني حيثما تقرأ تستفيد. وكذا أورد حديثا في التفسير من صحيحه عن إبراهيم بن موسى بصيغة التحديث، ثم أورده في الأيمان والنذور منه أيضا بصيغة قال لي إبراهيم بن موسى. نعم. وفي أمثلة كثيرة حقق شيخنا باستقرائه لها أنه إنما شو باستقراء يعني إراية. والحافظ ابن حجر والذهبي ميزتهم أنهم كانوا يقرآن، ومن قراءتهما يكتبان، فده تستفيد منه، وتستفيد منه رأيين في المسألة، إنه هو شاف الكتاب ده فقال، وبعد كده رجع شاف كتاب تاني فقال تاني، ولا يقدرش يغير الكتاب الأولاني لأن خلاص الناس تلقتوا عنه وانتهينا، وتبقى أنت عارف كده. أنه إنما يأتي بهذه الصيغة يعني بانفرادها إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه. نعم. كأن يكون ظاهره ده استنتاج بقى، يعني تعليل. هل التعليل ده يضطرد؟ قال ممكن ما يضطردش، بس ما يغيرش القاعدة. أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج، وذلك في المتابعات والشواهد. نعم. بل قال أبو نعيم كما قدمته في التعليق عقب حديث من مستخرجه أخرجه البخاري بصيغة كتب إلي محمد بن بشار هذا الحديث بالإجازة، ولا أعلم له في الكتاب حديثا بالإجازة غيره. قال شيخنا ومراد أبي نعيم بذلك ما كان عن شيوخه بلا واسطة، وإلا فقد وقع عنده في أثناء الإسناد بالإجازة الكثير. ودلوقتي أنت لما تقول كلمة إجازة وتدي للحاسب يجيب لك، وتدي له مجال البحث البخاري بس يطلع لك حاجات ما كانتش تطلع زمان، يعني دلوقتي وسائل الاطلاع سهلت، وأيضا إعراض الناس كتب. فضل. كما سيأتي في القسم الخامس. ثم إن ابن منده نسب مسلما لذلك أيضا، فزعم أنه كان يقول فيما لم يسمعه من برضو الشيخ محمد قبلنا دي في الصفحة، هي موجودة في نفس 39 دي. فيما لم يسمعه من مشايخه قال لنا فلان وهو تدليس. قال شيخنا ورده، قال شيخنا ورده شيخنا يعني الناظم، وهو كما قال يعني ده تسلسل المشيخة كده ورا بعضيها وكده. ودونها أي قال لي قال بلا مجاورة. خلاص بقى وشوف اتنقل من قال لي إلى قال، وبعد كده هيوصل لعين. قال بلا مجاورة أي بدون ذكر الجار والمجرور، التي قال ابن الصلاح إنها أوضع العبارات، وهي مع ذلك محمولة على السماع يدرى اللقي بينهما كما جزم به ابن الصلاح هنا. وفي التعليق زاد هناك وكان القائل سالما وكأن
وكان القائد سليم. تمشي وكان القائد. تمشي؟ خلاص أنا رأي الشيخ سعيد تمشي بالاثنين. في المسألة قولان. وكان القائل سالما من التدليس، لا سيما من عرفوه، اي من عرف بين من عرف بين اهل الحديث في المضي اي فيما مضى الا يقول ذا اي لفظ قال عن شيخه لغير ما سمع منه. يعني هو عايز يقول لك خلي بالك، احنا بنقول قواعد عامه، انما انت برضو اعمل دفتر عندك للاصطلاحات الخاصه، ان القواعد العامه دي تشمل الكل، لكن هناك بعض الاصطلاحات الخاصة التي تنقل عن علماء موثوقين أنهم استعملوها، فتبقى فايدتها إيه مع الاصطلاح العام؟ إن لما يكون كتاب من الكتب الخاصة بهذا العالم يفهم ما فيها على ضوء هذا الاصطلاح، ودي مهمة. لما تلاقي مثلا الإجازة في كتب ابن حزم تعرف إن هو إيه ما بيعتدش بيها، فديت فيه. أي لفظ قال عن شيخه لغير ما سمع منه كحجاج هو ابن محمد الأعور، فإنه روى كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها. أيوة، فدخلت اصطلاح خاص لا يعكر على القاعدة العامة، وإنما يجمع بينهما فيه الاستفادة من كليهما، الاصطلاح الخاص فيما هو خاص بهذا الشيء والاصطلاح العام فيما عداه. وكذا قال همام ما قلت قال قتادة. همام ده اللي هو ابن ايه؟ ايوه اللي هو عبد الرزاق ابن ايه؟ لا همام ابن يحيى. الاول عبد الرزاق ابن مين؟ ابن همام. ايوه لكن ليس همام ابن يحيى. وكذا قال همام ما قلت قال قتادة فأنا سمعته منه. وقال شعبة فأصبح دي نص بقى خلاص، ما قلت قال قتادة فأنا سمعته منه، يبقى دي ما تدخلش فيها مسألة التدليس. هو طبعا اللي هيقرأ منكم كتاب الخطيب هيلاقيه بعد ما قال الصيغ دي دخل في التدليس والإرسال، وقال إن في فرق بين ما يكون الشخص معروف بالإرسال ويطلق الكلمة وبين ما يكون غير معروف بذلك. ولذلك انت لما تدور على الارسال او التدليس لوحده في الكفايه تلاقي تفاصيل مش تحت العنوان. ليه؟ لان هم كانت ترتيب المعلومات عندهم في وقتهم كده، كون احنا دلوقتي غيرنا خلينا التدليس له باب والتاني له باب، مفروض ان احنا بقى ايه نقرا القديم ونعرضه بصيغه الجديد. وقال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن لا أن لأن أزني. في ناس بتشكك في ثبوت العبارة دي عن شعبة، لكن هي موجودة على كل حال والإسناد مش مساعد يعني. لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمع منه. ولكن يمتنع المقصود الـ يعني يعني التحذير أو عدم الرضا عن هذا، وإلا الرجل يعني بعيد والعياذ بالله عن هذا الأمر. ولكن يمتنع عمومه أي الحكم بذلك عند الحافظ الخطيب إذا لم يعرف اتصافه، إذا لم يعرف اتصافه بذلك. وقصر الخطيب بذلك عند الإيه؟ إذا لم يعرف الإيه؟ إذا لم يعرف اتصافه بذلك. طب بعد ذلك إيه؟ وقصر الخطيب ذاك الحكم. طيب. وقصر الخطيب ذاك الحكم على الراوي الذي بذا الوصف اشتهر. قال ابن الصلاح والمحفوظ المعروف ما قدمناه. فأصبح ده رأي يعني خاص يعرف برضو لكي يستفاد منه في موضعه الخاص. وأما البخاري فاختار شيخنا كما تقدم في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم طرد حكم معين مع القول بصحته لجزمه به. في كلام لابن الشيخ العراقي في النكت على هذا التفصيل، وهم كلهم الشيخ السخاوي والشيخ العراقي ابن حجر مستفيدين من هذا الموضع، ان قال ليست لها حكم عام عند البخاري، وأنها قد تطلق وتفيد الاتصال، لكن الكثير
أنها لا تفيد الاتصال وإنما تكون تعليق منه. ولو شيخه قال لا هي ولو شيخه دي اللي هم أطالوا فيها وقالوا لأن في بعض المواضع اللي جت قال جت في كتاب تاني بلفظ إيه قال لنا أو حدثنا. فأصبح في البخاري تفاصيل عند الشيخ ابن العراقي في النكت ليست موجودة هنا. عدم طرد حكم معين مع القول كل طبعا التفاصيل اللي موجودة انهم ارى البخاري، فلما ارى البخاري كامل سجلوا ملحوظاتهم على ما فيه واصبحوا يحتجوا على الكلام النظري بما وجدوه عمليا. فضل. كما قررته في التعليق بما أغنى عن إعادته، وقرر رد دعوى ابن مندى فيها تدليسه بأن قال لم يشتهر اصطلاحا للمدلسين بل هي وعن في عرف المتقدمين محمولة على السماع. يعني اللي هي قال وعن إنها تحمل على السماع بشرط انتفاء التدليس، ألا يكون القائل لا معروفا بالتدليس. فائدة وقع في الفتن من صحيح مسلم. طبعا فائدة دي زي ما بنقول إنها مش طريقة للتأليف الآن، أما تكون فيها معلومة وداخلة في الموضوع أنت دخلها فيها وانسبها، لأن بعض الكثير من طلبة العلم ما بيقرأ ويلاقي في الكتب دي فائدة فهو آخر ما يألف يعمل فائدة يقول لك الذهب عمل. طب انت ما تبقى ذهب بأعمل يا اخي، لكن انت دلوقتي ما دام بحث محكم ومطلوب انك انت تعده على طريقه علميه مفيده يبقى اعمل زي ما هو الجاده في الموضوع، الحق الشيء بما يماثله، فخذ الفائده دي ودخلها في الموضوع. يقول مش انت لسه بعد شويه بتقول يؤخذ من الصنيع؟ قال لا، ما مش كل الصنيع اللي يؤخذ بيه، يعني ما تحاربناش باللي احنا بنقوله، هناك صنيع يؤخذ بيه وهناك صنيع يخالف. وقع في الفتن من صحيح مسلم من طريق المعلى بن زياد رده الى معاوية بن قرة. اما يقول بقى وقع في الفتن تقول له ازاي ده مسلم ما بيبوبش، يقول لك لا هو مسلم بيبوب للكتب، وفي دلوقت هو الآن وإحنا قاعدين على السجادة دي في قطعة خطية منشورة من صحيح مسلم ترجع إلى القرن الثالث فيها أبواب في النص جواه، والراجل اللي هو صور هذه المخطوطة بيسعى له أكتر من 20 سنة. النص الثاني من المخطوطة دي موجود في الهند في مكتبة، والرجل حاول وجانا هنا واحد عميد كلية ولا ايه وقلت له يا عم المكتبة دي معروف ان القائمين عليها من الهندوس وهم لا يعطون ما فيها لغير يعني الطائفة منهم، ولم يستطع احد حتى الان ان هو يحصل على النص الثاني ده من صحيح مسلم اللي هو الشيخ نظام صوره مخطوطة وبيبيعها زي ما هي. فإذا شفتها هتلاقي أبواب موجودة في صلب صحيح مسلم، ودي هتغير بقى الكلام اللي بيتقال ومكتوب في الكتب إن هو عمل الأبواب ولا عملش كده، هتغير الموضوع. لكن هنا دلوقتي في الفتن اهي إن هو معناه في تبويب، وأن نسبة التبويب كله في مسلم لغير مسلم فيها مجازفة، وكتاب مطبوع الشيخ فتحه ومستعد يجيب لكم النسخة، بس طبعا تكون بسعر رحيم يعني. أيوة تشوفوها تلاقوا أن الأبواب في صلب النص، وأبواب كتيرة مش قليلة، حتى أن احنا نقول يعني يمكن خطأ ناسخ ولا كلام من ده، مش قليلة الأبواب اللي داخلة في الصلب. تفضل مولانا. وقع في الفتن من صحيح مسلم من طريق المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل، يعني التعبير بكلمة رده بدل من قال وحدثنا وأسمعنا،
فأصبح رد داودي عبارة من عبارات الأداء الذي يفيد الاتصال. إن تنازعتم في شيء فإيه؟ فردوه. فهو قال لك أنا ما استعمل العبارة دي عشان خاطر أبقى مشهور بيها بدل ما الناس كلها عمالة شغالة. فده كمان يعرف، هذا المثال يعرف انه ساعة ما مسلم تحمل لما لقي شيخه قال رده ما رضيش يقف ويقول له يا شيخ ما فيش كلام زي كده، ولا قال لك لا خلاص انا اسمع هذا حتى يكون تسجيل لعبارات غير المشهورة. رده الى معاوية بن قرة، رده الى معقل بن يسار، رده الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا وهو ظاهر في الاتصال، ولذا أورده مسلم في صحيحه، وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة مش صريح، لكن إيه مدام وجد أصبح يضاف كذلك للصيغ، وإحنا كده نبقى خلصنا السماع من لفظ الشيخ والعبارات التي تؤدى، واقفين على القراءة على قال الشيخ احياكم الله. الحافظ السخاوي قال في اخر كلامه ولذا اورده مسلم، كده الاستقيم ولا لذا اخرجه مسلم؟ قال ولذا اورده مسلم. ايوه كده، يعني حكايه اورده تستعمل في الروايه كذلك، لكن مش الاصل. يعني استعمال اورده او ذكره في الكتاب المسند ليست هي الاصل، إنما الأصل أن يقال أورده أو ذكره فيما ليس بإسناد، وأن رواه أو أخرجه أو خرجه فيما له إسناد. والخروج عن الأصل لا يعني القاعدة، وإنما يعني الإفادة من الشيء على ما هو عليه. اللي له أسئلة يتفضل، نرجو أنها تكون يعني تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. يقول فقد تعلمنا من هذه الدروس التدقيق الشديد من علمائنا رحمهم الله، درجة التدقيق والتحرير لألفاظ التحمل. نعم خلاص مش هتفضل، تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول قد تعلمنا من هذه الدروس التدقيق الشديد من علمائنا رحمهم الله لدرجة التدقيق والتحرير لألفاظ التحمل، فسؤالي لفضيلتكم كعضو في هيئة كبار العلماء. شفت بقى هذا كل الإنشة دي بالله عليك، يعني بلاش الأرطصة دي يا عم الحاج. كعضو في هيئة كبار العلماء، عن الإجراءات الواجب اتخاذها للتدقيق فيما يطلق من مسميات وألقاب على بعض المنتسبين للدعوة والعلم من ألفاظ عالم وعلامة ومحدث إلى غير ذلك، خصوصا مع الشر الكبير الذي ينجم من عدم التدقيق في ذلك. والله هي ايه ملهاش قياس، لكن اللي عرف من أول القرن عصر المماليك أما تجيبوا الكتب اللي فيها وتلاقوه يحط للواحد مثلا كتاب الطبقات لابن السبكي تلاقيه يحط للشخص يجي 20 لقب قبل ما يوصل لاسمه، بحيث انك انت مثلا تعوز تمسك ورقه وقلم وتلقط اسم الراجل ان هو فلان ابن فلان كده. فشيء ابتلي الناس به نتيجه لظروف مرت بهم وادخل في الكتب، وافضل يعني مبالغتنا الحالي ادي مثلا صاحب السؤال نفسه دخلنا فيه كلام ما نهوش يعني اي، فزي ما انت بتعمل كده حصل، فانا هنعمل ايه؟ لكن احنا ما نقدرش نمسك الناس. وكذلك خلي بالك انا راجل كبير سن، في بعض اهل العلم ان ما قلتلوش الكلام ده ما ينبسطش اليك، فلذلك يعني ايه المسألة ترجع الى يعني الحالة اللي قلت انت واحد مش هينفع لما تديله شوية كلام زي دول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان لنبش في وجوه قوم
وقلوبنا تلعنه. فليس لدينا يعني إيه تترتب عليها فعلا أشياء غير جيدة، لكن لا شك أن أي واحد ما يقدرش يقول إنها جائزة. إنما هو في كتب الفقه من أصل المسألة يقول لك يجوز إنك أنت عندما تروي عن شيخك أن تصفه ببعض الأوصاف التي تدل على حالته وتعرفه ليتميز عن غيره. فما يكون شيخ تحمل منه القراءات فيقول شيخنا المقرئ كده، ما فيش حاجة فيها يعني. إنما المبالغة في كل شيء ليست مطلوبة، إنما هي موجودة. لدرجة أنا نفسي لما أجي أجيب واحد عشان أترجم له بجيب الورقة والقلم عشان أطلع الألقاب تلاقيها سطرين، حامي حمى الحرمين واللي عامل كده واللي عامل كده، عبل ما توصل لاسم الرجل واسم أبوه تدوخ. هذا سائل يقول: هل نرجح في أقوال الجرح والتعديل في الروض الأكثرية؟ بس الأكثرية يخش عليها حاجات، ما نقدرش نقول كده، لكن الأكثرية هي قاعدة في الترجيح عامة. لكن أحيانا الأكثرية تحصل إن جمعت متساهل ومتشدد فيخش كده الأكثرية مع مراعاة حكاية التساهل والتشدد، يعني ليس على الإطلاق. أسأل يقول: أحمد بن صالح الذي تكلمت عنه حفظك الله، هل هو العجلي أم لا؟ لا، أحمد بن صالح المصري غير العجلي. أحمد بن صالح الجيلي. أحمد بن صالح المصري غير الجيلي وغير العجلي، دي معلوماتي. معلش يا فندم، أحمد بن صالح الجيلي كنت وأنا بعمل ترجمة لحسين المعلم وقفت على أنه قال عنه ثقة، والدكتور زكريا في كوندكسوس ممكن يكون الجيلي دي متحرفة عن العجلي. ممكن، والنسخ اللي هي في معاكم في المحروس ده فيها حاجات يعني حدث ولا حرج. في تحريفات كثيرة في الكتب المدخلة أو النسخ الإلكترونية، ولكن أهون الشر. يعني أنت لما تقول لواحد اقرأ تاريخ بغداد هيموت ولا يخلصوش، يقدر المحروس ده يجيب لك منه. وانت بقى تشوف لسه النهاردة قبل ما نيجي هنا في كلمة التقية محرفة إلى البقية فاختل المعنى خالص، لكن هو ده اللي في ايدنا الكتاب، ما معناش نسخه منه. فعلى من ينقل من النسخ الالكترونيه انه يخلي باله. هذا زي ما نقول: قال الذهبي في شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: انه لا مغمز فيه، لكني لم ارى من وثقه، وذكره ابن حبان في الثقات، فكيف نحكم عليه؟ هل نحكم عليه بجهاله الحال؟ اللي يذكر في الثقات لابن حبان مجرد ذكر، فذكر ابن حبان لا يعطيه شيء حتى عند ابن حبان نفسه، ودي شيء يخفى على كثيرين. في ناس وفي كتب موجودة الآن يقولوا ذكره ابن حبان في الثقات فهو ثقة عنده، نفس الإمام ابن حجر قايل كده في مالك ابن الخير الزيادي. لكن لما تقرأ لابن حجر تلاقي انه هو في التقريب مثلا عدد غير قليل مذكورين في الثقات وهو يقول عنه مقبول، وهو قال في المقدمة ان اللي يقول عنه مقبول يبقى لم يوجد فيه توثيق. فيبقى الموضوع انه هو تغير نظره في الموضوع، فانت ما تاخدش حتة وتعممها. حتى انه توثيق ابن حبان ده من المسائل اللي ابن حجر سأل شيخه العراقي هل انه يرفع الجهالة او ما يرفعوش. فلذلك من يذكره ابن حبان في الثقات يخضع يعني ولا يتكلم عنه، يخضع لقواعد الجرح والتعديل العامة. فان وجدنا انه هو له راويين رووا عنه وليس في جرح ولا تعديل يبقى مجهول حال. ولذلك الشيخ الحسيني عامل كتاب الإكمال في رجال
مسند أحمد الذين لم يذكروا في تهذيب الكمال في بعض التراجم يقول ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول، والذهبي وابن حجر أحيانا يقول ذكره ابن حبان في الثقات ولم يصنع شيئا، يعني ما ترتبش عليه جرح ولا تعديل. فأنت لما تلاقي الراجل موجود الأول شوف اللي رواه عنه، والحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة يعلمك الحكاية دي كويس جدا، يقول لك فلان ولم يذكر مثلا في الجرح على التعديل إلا فلان، وهذا الرجل اللي أنا لقيته في سند مسند أحمد يعتبر راوي تاني، فيبقى الراجل ده روى عنه اثنان وليس واحد كما في كتب التراجم، فيبقى بياخد الرواه من الشيوخ والتلاميذ بالأسانيد. ولكن مجرد ذكر ابن حبان وكلام الذهبي هنا لا يعطي التوثيق، والذهبي له كثير من اللي ذكرهم ابن حبان في الثقات ويقول عليه في الميزان مجهول، فلذلك يعني لا تضطرد فيه قاعدة، وإنما القاعدة العامة اللي احنا عارفينها هي التي ترفع الجهالة، ويرفع الجهالة كذلك اللي لا يروي إلا عن ثقة القرائن الثانية. يعني مثلا يقول قال عمرو بن شعيب سمعت شعيبا يحدث عن عبد الله بن عمرو فقول القائل يحدث عن فلان هل هو صريح في السماع ام انه يحتمل السماع او عدمه؟ العنعنة هي يحدث عن ليس فيها جديد، كانه شال يحدث. هذا سبب أن يقول روى الترمذي من طريق سليمان بن يسار عن عائشة ثم قال حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس، وسليمان مختلف في سماعه من عائشة، فهل بذلك أثبت الترمذي لسليمان السماع من عائشة؟ العراقي في التكملة اللي نسأل الله أن تظهر لمقامات شريفات عظماتكم يقول إن تصحيح العالم للحديث للراوي بمفرده يفيد توثيقه واتصال إسناده، ويعتبر يعني ضمني، توثيق ضمني واتصال ضمني، فالتصحيح كده. لكن أيضا يمكن أن يعترض عليه، معروف أن السماع وعدمه مختلف فيه، وفي واحد الآن كاتب كتاب طالب علم اللي هو قال الماع إلى إثبات السماع، فبيجيب عبارة من قال من العلماء فلان لم يسمع من فلان، ويجيب قول عالم تاني إنه هو قال سمع منه. فلذلك إثبات السماع وعدمه مما يختلف فيه ويحتاج إلى مزيد من البحث، ربما يقال في موضع لم يسمع ويقال في موضع تاني سمع، أو يقال في إسناد سمع، وشرط أن يثبت هذا السماع أن يكون السند الذي ورد فيه السماع في رواته محتج بهم، يعني على الأقل ما ينزلوش عن صدوق، لكن إن كان ضعيف فبيبقى الحكم بالسماع ضعيف. هذا سؤال يقول هل هذه النسخة لصحيح مسلم التي فيها الأبواب ترد على من يقول إن مسلما يحتج بالحديث الأول في الباب فقط وأما بعده فهو معلول؟ لا، دي قضية تانية، إن هو ذكر تراجم زي ما ذكر البخاري ولا لا، لكن الترتيب إن هو يبدأ بكذا، هو ناس كتبت في الموضوع إن هو مسلم يرتب الأحاديث تحت الباب، لكن هل هو لما ذكر الأحاديث دي بوب عليها بباب كذا؟ هي دي القضية اللي احنا بنقول انها موجودة في المخطوطة دي ويخلو منها الطبعات الحالية. بعض الطبعات مثلا زي طبعة فؤاد عبد الباقي اثبت فيها، بعض اللي حققوا الكتاب بعد كده رأوا ان هو مدام ماهيش من مسلم فبيحطها تحت في الهامش ابقاء عليها يعني حتى يستفاد منها. ولكن النسخة دي اذا جاءت الكمالة بتاعتها، فكثير جدا من الناشرين، وأخونا الدكتور نظام يعقوبي ده بارك الله فيه، هو رجل جمع الله له رغبة العلم، وكذلك يعني هو يعني له بعض الثروة يعني، وهو ينفق منها على خدمة كتب السنة بالملايين،
والله عز وجل يضاعف له ذلك يعني. فايه لو اتيح له ان هو النسخه النص الثاني ده يجي فممكن ان هو ينشر الكتاب، وهو ما هوش قادر ينشر ده لانه ينشر نص صحيح مسلم، فدي مشكله. لكن على كل حال جزاه الله خير انه استطاع بواسطه بعض اخواننا اهل الخير اللي هو بيسخرهم وينفق عليهم بسخاء الرجل يعني كمجهود شخصي، مما يدل على ان غيره ممكن يعمل، بس الشيطان يجيب له 100 حاجه يقول لك لان تظهر ورثتك اغنياء خير من ان كذا، ويقول لك انك انت تستمتع الاول كذا، وان يخش لك في سنه التعدد ما يخليش سنه الا ويدخلها عشان خاطر ما يدفعش مثلا مليون ولا مليونين على سنه الرسول. لو ان رجلا من اهل العلم اهل المال يعني عمل بعثات فرديه، ان واحد مثلا يروح مكاتب تركيا، وهم الان بيسمحوا لك بالاطلاع لكن التصوير هو اللي فيه كلام، ويقول له مثلا افرز لنا النسخ بتاع صحيح مسلم اللي موجوده في كذا، لان هو الشيخ حصل على دي من مكتبه احد مكتبات تركيا وهو كاتب فيها، يعني ممكن تطلع حاجات تغير اللي احنا فاهمينه دلوقتي، بس انت الله اعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه.